سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية، والبداية كالمعتاد مع أبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس الأمة يترأس اجتماعا برلمانيا مشتركا مع وفد البنك الدولي لبحث تعزيز التنمية في البلاد. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الأسبوعي تعزيز علاقات الكويت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة على ضوء جولة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وإشارة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي كعلامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمر الصباح. استقبل سمو حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة دكتور عبد المحسن مدعج المدعج. كما استقبل سمو حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمر الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح. واستقبل سمو حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر حسن أبل. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي. وإلى أخبار مجلس الأمة، حيث ترأس وفد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم اجتماعا برلمانيا مشتركا مع وفد من البنك الدولي، حيث تم بحث عدد من الملفات التي يطلع بها البنك الدولي في دولة الكويت. حضر الاجتماع المشترك أكثر من 20 نائبا، كما ترأسه من جانب البنك الدولي مدير أول قطاع الحوكمة العالمية ماريو مارسل ومدير مكتب البنك الدولي في الكويت دكتور بسام رمضان. اليوم كان في اجتماع
مجموعة كبيرة من النواب مع البنك الدولي، استعرض فيه البنك الدولي العديد من الأمور المهمة وعلى رأس الاختلالات الاقتصادية في الكويت. حقيقة أنا سعيد بأن الحضور كان جدا قوي، أكثر من 20 نائب حضروا هذا الاجتماع، وكان عرض يتضمن كل ما قام به أو معظم ما قام به البنك الدولي من دراسات ومن أعمال داخل الكويت. وهذا التقرير يعني كان من المهم مناقشته قبل مناقشة خطة التنمية في الجلسة القادمة، حتى يكون النواب على اطلاع على كل الاختلالات التي عرفها وعينها البنك الدولي. تحدثنا في أو تحدث البنك الدولي وتم مناقشته من قبل النواب عن عدة أمور مهمة، على رأسها الحوكمة، مؤشرات الفساد، التنوع الاقتصادي، كيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانيتنا، موضوع القطاع العام والقطاع الخاص، وكيفية تكدس القوى العاملة في القطاع العام. وحقيقة لم يكن فقط تعريف للمشاكل، إنما طرح للحلول التي ممكن أن تعالج هذه الاختلالات، بالتأكيد التوظيف والبطالة وغيرها من الأمور المهمة لم تكن غائبة عن هذا الاجتماع. وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بأن يلتقي البنك الدولي مع مجموعة كبيرة من الأعضاء، وطلبنا منهم أيضا وسألناهم عن استعدادهم لعمل عرض في قاعة عبد الله السالم حتى لا يطلع فقط النواب على هذه المعلومات المهمة وعلى الأرقام المهمة، إنما من باب الشفافية ليطلع الشعب الكويتي غاضبة على كل هذه التحاليل وعلى كل هذه الأرقام. وأبدى البنك الدولي استعداده، طبعا احنا عندنا جدول مبرمج الأسبوع الحالي، الجلسة القادمة يوم الخميس سيخصص لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة أو تقرير من ديوان المحاسبة عن الأعمال المتأخرة وأهم الملاحظات في الحساب الختامي. بعد التنسيق مع الأخ رئيس لجنة الميزانيات أبلغني بأنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على تخصيص يوم الخميس لذلك. يوم الثلاثاء سيكون استكمال لجلسة الخميس الماضي ونناقش البند الثاني، وهو أيضا تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الأعمال، ومن ثم سنستكمل بقية جدول الأعمال خلال الجلسة القادمة إن شاء الله. ومن أخبار مجلس الأمة إلى أخبار مجلس الوزراء، حيث عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء. اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عبر فيها عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والصداقة وبعمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما تضمنت الرسالة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للقيام بزيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. هذا وقد رحب مجلس الوزراء بصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز الذي يعتزم القيام بزيارة رسمية للبلاد، متمنيا للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الجولة التي قام بها إلى كل من جمهورية السنغال والمملكة المغربية ومملكة أسبانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بين دولة الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الميادين وبحث التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى التوقيع كذلك على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وكل هذه الدول الشقيقة والصديقة، والتي تستهدف تعزيز التعاون في مختلف الميادين والقضايا موضع الاهتمام المشترك. كما أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس أيضا على نتائج مؤتمر ميونخ الأمني، والذي ناقش عددا من القضايا الأمنية الدولية الرئيسية وأثرها على العالم. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين براك علي براك الشيطان مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي خبرنا المحلي التالي، أشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح أثناء استقباله اليوم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ناصر بن خليفة العطية، أشاد معاليه بجهود الاتحاد الدولي للسيارات في نشر هذه الرياضة بين الشباب وحثهم على ممارستها وفق قواعد الأمن والسلامة للحفاظ على أرواحهم. وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح إن رياضة السيارات المتوافقة مع متطلبات الأمن تحظى بمتابعة الشباب الكويتي واهتمامهم، مؤكدا أهمية ارتباط هذه الرياضة بعاملي الأمن والسلامة لدى ممارسيها ومتابعيها. وإلى شأن محلي آخر، حيث أشارت أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتية وأيضا دورها الفاعل في مجال الإغاثة وعلى شتى الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي علامة فارقة في مسيرة العمل الإنساني الكويتي المميز، وهي نقطة مضيئة في كتاب العمل الخيري، وذلك بما تقدمه من جهود جبارة في مجال الإغاثة على جميع الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. هذا ما أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال جولتها لمقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي. لله الحمد، جمعية الهلال الأحمر أعمالها تشهد لها. أنا تشرفت اليوم في حضوري لهذه الجمعية والاطلاع على التقدم اللي موجود سواء في يعني معرفة الكارثة قبل وقوعها ومعرفة شأن الوصول للمساعدات، كذلك انتشار، ويمكن الخريطة اللي خلفنا تبين انتشار المساعدات التي قدمت من دولة الكويت عن طريق الهلال الأحمر ووصولها إلى الشعوب المنكوبة فردا فردا. كل ما أريد أن يعني أسجل اليوم أن لهم كل الشكر والتقدير القائمين على جمعية الهلال الأحمر على ما قدموه رفعة لدولتهم الكويت. جولة رأى فيها القائمون على جمعية الهلال الأحمر الكويتي دعما لهم ولجهودهم المضنية ودعما لجمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي لا يختلف اثنان اليوم على أن لها صولاتها وجولاتها في العمل الإنساني والإغاثي. تعرفت على الأعمال اللي عملها الجمعية وهنتنا في جميع هذه الأعمال، وطبعا هي كانت كان في أشياء كثيرة ناقشناها من ناحية الأداء، فأرشدتنا كيف نمشي في هذا المجال. هو دعم لنا، احنا استمدينا من عندها طبعا لما قعدنا معاها من الأفكار الجديدة، وعرضنا عليها بعض المشاريع اللي إن شاء الله راح تشوف النور قريبا، وهي وعدتنا أنه راح يكون جواب إن شاء الله خلال يوم أو يومين على بعض الأفكار التي قدمت لها. يذكر أن الوزيرة اطلعت خلال الجولة على جهود أقسام جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومركز العمليات التابع لإدارة الكوارث واللجنة الاجتماعية وإدارة الخدمات الطبية. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت. نقف قليلا عند أخبار وزارة الصحة، حيث انطلقت فعاليات مؤتمر الكويت الأول للغدد الدرقية والغدد اللعابية والذي نظمه مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة بمشاركة رموز عربية وعالمية في مجال أمراض الغدد الدرقية والغدد اللعابية بهدف الاطلاع على ما كلهما وجديد في هذا المجال. سرطان الغدة الدرقية يحتل المرتبة الثالثة من حيث معدلات الإصابة بين النساء على مستوى دولة الكويت. أكثر من ثلاثة عمليات جراحية الخاصة بسرطان الغدة الدرقية يجريه مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة أسبوعيا. هذا ما تم الكشف عنه في مؤتمر الكويت الأول للغدة الدرقية والغدد اللعابية.
هذا المؤتمر يعد فرصة للتعرف على آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال. المؤتمر حاشد بالمحاضرات والورش العلمية لمدة 3 أيام. الحضور كان والمشاركين بحدود 400 طبيب. المؤتمر فيه محاضرات وورش مكثفة طواله لما لهذه الأمراض من أهمية توليها وزارة الصحة وتابعها بحيث أنها ترفع من المستوى العلمي والمهني للأطباء في هذا المجال. هذا المؤتمر سيسلط الضوء على الطرق التشخيصية والعلاجية الحديثة لمرضى الغدة الدرقية واللعابية. هناك ورشتين عمل على أعلى المستويات، واحدة تشخيصية واحدة علاجية. التشخيصية اللي تتكلم عن التشخيص بالأشعة المقطعية بالسونار، كيفية التشخيص المبكر للأمراض الغدد، والورشة العلمية الثانية هي كيفية العلاج اللي هو نسميه مينيمالي انفيزيف اللي هو عن طريق المنظار لأمراض الغدة الدرقية واللعابية. تجاوز عدد المراجعين المترددين في عيادات مستشفى زين 100,000 مراجع في عام 2014، يوازيه اهتمام الأطباء بإدخال أجهزة حديثة والاطلاع على كل ما هو مستجد في هذا الصدد. عندنا الجهاز جديد اللي هو استئصال الحويصلات الحصوات من الغدد اللعابية عن طريق المنظار، ففي الوقت الحالي عندنا القدرة على استئصالها بدون عملية جراحية. 50 ورقة علمية سيتدارسها المجتمعون والتي تتعلق بعلاج الغدة الدرقية واللعابية بالمنظار. فعلاج الغدة الدرقية في الآونة الأخيرة شهد تطورا ملحوظا مقارنة بعلاج الغدد اللعابية. علاج الغدة الدرقية أو علاج ما بعد عملية الغدة الدرقية من ناحية ارتباطها بالكالسيوم وتغيرات الكالسيوم وفيتامين د. الورقة تقدم رؤية جديدة طبعا للمرض أو للمشكلة قد تكون حديثة جدا، يعني احنا يمكن أول من يقدم هذا التصور عنها. سرطانات الغدة الدرقية والغدد اللعابية هي الأكثر شيوعا على مستوى دولة الكويت. هذا ما تم الإشارة إليه في هذا المؤتمر الذي يعد أرضية خصبة لتبادل المعلومات والتجارب بين الأطباء المحليين والعالميين والتعرف على آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية التي طرأت في هذا المجال الحيوي. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. أيها الإخوة، البقاء لله وحده. انتقل إلى رحمة الله تعالى سعود فراج محمد العجمي عن عمر يناهز 85. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الصمد محمد سالم إسماعيل عن عمر يناهز 71. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد حسن عبد الله الحصينان عن عمر يناهز 25. وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد في مقبرة الجهرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة، كل شكر للزميل مذيع لغة الإشارة خليفة آل بن علي. إليكم تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. رئيس مجلس الأمة يترأس اجتماعا برلمانيا مشتركا مع وفد البنك الدولي لبحث تعزيز التنمية في البلاد. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الأسبوعي تعزيز علاقات الكويت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة على ضوء جولة نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وإشارة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي كعلامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني.